بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس إن شاء الله نتناول فيه الفايل فاونديشنز، أسس الركائز. تعتبر أسس الركائز من الأسس العميقة الديب فاونديشنز، والتي تكون مسؤولة عن نقل حمل المنشأ إلى طبقات ذات قابلية تحمل جيدة وتكون واقعة بعيدة عن طبقات التربة السطحية. من بعض الحالات اللي نستخدم بها الركائز، الحالة الأولى in case that soil layer or layers underlying the footings are soft or highly variable in nature or sensitive to differential settlement. في حالة أن الطبقات الواقعة تحت الأسس السطحية تكون ضعيفة أو ذات طبيعة متغيرة، يعني غير مستقرة، قد تعاني من swelling، انتفاخ أو انكماش إلى آخره، أو تكون حساسة إلى differential settlement أو total settlement، يعني تعاني من هبوط عالي. بهاي الحالة نستخدم أسس الركائز لنقل حمل المنشأ إلى طبقات ذات استقرارية أعلى وقابلية تحمل جيدة. الحالة الثانية اللي نستخدم بها أسس الركائز، خصوصا بعض المنشآت البحرية أو المنشآت الهيدروليكية، تكون معرضة إلى أحمال جانبية كأحمال المياه أو أحمال الأمواج أو أحمال impact load، مثل الأحمال اللي تكون عادة بالمرافق أو بالمرسى. هاي الأحمال تكون أحمال أفقية وعادة heavy، لذلك نحتاج أن نستخدم الركائز لتثبيت المنشآت الهيدروليكية. أيضا بعض المنشآت تكون معرضة إلى very high concentrated loads، أيضا بهذه الحالة نحتاج إلى أسس الركائز. الحالة الأخرى to resist uplift forces، أيضا المنشآت الهيدروليكية عندنا ما يعرف بالuplift pressure اللي هو الضغط الصاعد اللي يكون مؤثر على قاعدة المنشأ، لذلك نحتاج أن نثبت هذا المنشأ بالتربة فنستخدم الركائز، وهذا النوع من الركائز يكون معرض إلى إجهادات شد مثل هذه الحالة أو هذه الحالة. الحالة الأخرى اللي نستخدم بها الركائز in offshore areas، يعني أو offshore zones اللي هي المناطق البعيدة عن الساحل أو بعيدة عن الشاطئ اللي هي باتجاه المياه. أيضا هذه المناطق تكون ذات طبيعة wave action، يعني نشاط الأمواج أو tidal action، نشاط المد والجزر، أو نشاط آخر اللي هو معروف بالscouring نتيجة سرعة جريان المياه، عادة تكون ذات سرعة تؤدي إلى جرو جزء من طبقات التربة السطحية، وبالتالي ما ممكن أن ننفذ أسس من نوع shallow footings بسبب هذا الانجراف لطبقات التربة السطحية، فنحتاج إلى تنفيذ أسس عميقة، ومن هذه الأسس العميقة هي الركائز. وإذا توغلنا أكثر، يعني نريد ننفذ منشآت في وسط البحار، نحتاج ربما إلى نوع آخر من الأسس العميقة وهو ما يعرف بالكيسنز القيسونات. لاحظوا النشاط السكورينج أو الروجين تآكل، لاحظوا مثلا عندي هذا المنشأ معرض إلى الروجين تآكل، فلو افترضنا أنه إحنا هنا منفذين أساس ضحل، فهذا الأساس الضحل راح يتعرض إلى excessive settlement إلى هبوط بسبب نشاط الروجين أو scouring. لذلك هاي الحالة نستخدم أسس الركائز. Classification of piles، تصنيف الركائز. ممكن أن نصنف الركائز بحسب الماتيريال أو حسب طريقة التنفيذ أو حسب الوظيفة. فإذا نريد نصنفها حسب الماتيريال، يعني حسب المادة المصنوعة من هذا الركيزة، ممكن أن تكون من الخشب أو من الفولاذ أو من الكونكريت أو مركبة من هذه المواد Composite piles. إحنا راح نركز بهذا الفصل على Concrete piles اللي هي الركائز Precast piles، وراح نأخذ مثال عليها اللي هو Driven piles، ركائز الطرق، والCast in situ piles اللي هي الركائز المصبوبة بالموقع، يعني بالموقع نصب هاي الركائز، وأيضا راح نأخذ من عدها البورد فايلز اللي هي ركائز الحفر. تصنيف آخر للركائز حسب طريقة التنفيذ بالموقع اللي هي الدريفن فايلز، وهاي هي الصورة إلها، لاحظوا ركائز الطرق أو ركائز الدق، وعادة تكون ذات مقطع عرضي إما مربع أو ثماني أو دائري إلى آخره، وتكون ريكاس يعني مصبوبة في المعمل ومن ثم تنقل إلى الموقع. النوع الآخر حسب طريقة التنفيذ هو البورد فايلز، ركائز الحفر، أيضا لها اسم آخر في المصادر Drill Shaft Piles. وهذه الركائز الحفر أيضا بالإمكان أن نصنفها تصنيف ثانوي حسب طريقة تنفيذها بالموقع، لكن جميع طرق تنفيذ الركائز الحفر تشترك بهذه الخطوات الأربعة، هي المرحلة الأولى مرحلة الدريلينج، مرحلة الحفر أشبه بالبورهول بالحفرة الاختبارية، والمرحلة الثانية هي مرحلة إدخال قفص حديد التسليح، والمرحلة الثالثة
هي مرحلة صب الكونكريت، ومن ثم المرحلة الرابعة هي مرحلة الفحص الموقعي. الاختلاف بمراحل طرق تنفيذ ركائز الحفر تتلخص بما يلي: ممكن أن نستخدم ما يعرف بالكيسينج إذا كان هذا الحفر عميق والتربة تتعرض إلى انهيار جوانب الحفر، فنستخدم الكيسينج اللي هو عبارة عن ستيل بايب، وممكن أن نثبت فيها الجوانب لعمق 6 أمتار 10 أمتار مرورلي. الاختلاف الآخر، ممكن أن نستخدم مادة كيميائية تعرف بالبنتونايت، الغرض الرئيسي من عندها هو إسناد جوانب الحفر، وهذه المادة تكون ذات كثافة أقل من كثافة الكونكريت وأعلى من كثافة المياه الجوفية، لكن من مساوئها أن تقلل لنا الفريكشن بين طبقات التربة وجسم الركيزة. وهناك أيضا طرق أخرى ما تعرف بالدراي ميثود والويت ميثود كونستركشن، بالإمكان أن تراجعوها بمصدر اللي هو باراخ داس. هذه هي صورة ركيزة الحفر بعد عملية الصب وبعد عملية تكسير الجزء العلوي، وهذا المنسوب هو يعرف بالكتوف ليفل، منسوب القطع، بحيث يكون تقريبا 15 سنتيم من ركيزة الحفر تدخل داخل قبعة الركيزة، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة تنفيذ قبعة الركيزة. طبعا هنا هاي الحفرة اللي تشوفوها راح تكون عملية دفان طبقة مثلا سوبس، أو بعدين بلاندينج، بعدين تجينا طبقة مانع الرطوبة اللي وقلنا عليها اللباد، ثم السكريت، ثم بعد ذلك ينصبون الأساس مال القبعة، ويبقى تقريبا 15 سنتيم من هاي الركيزة داخل ضمن قبعة الركيزة. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة صب قبعة الركيزة. تصنيف آخر حسب وظيفة الركيزة، بعض الركائز تكون معرضة إلى إجهادات ضغط نطلق عليها compression piles، وهاي الركائز وظيفتها الرئيسية نقل حمل المنشأ عن طريق جزئين. الجزء الأول ما يعرف بقاعدة الإسناد، يعني قاعدة الركيزة، ونسميها end bearing piles، والجزء الآخر هو جوانب الركيزة، وينتقل الحمل من الركيزة إلى التربة عن طريق الفريكشن، الاحتكاك. أيضا هناك نوع آخر من الركائز تكون معرضة إلى إجهادات شد وتعرف بالtension piles، وهناك نوع ثالث يعرف بالcompaction piles، والغرض من عنده هو تحسين قابلية تحمل التربة أو استقرارية التربة. هذا فيما يخص تصنيف الركائز حسب الماتيريال وحسب طريقة التنفيذ وكذلك حسب الوظيفة. احنا راح نركز بهذا الفصل على concrete piles، والconcrete piles خدنا من عدها البريكاست piles اللي هي الدريفن piles، واخدنا من عدها الكاست ان سيتشيو اللي هي البورد piles ركائز الحفر، و راح يكون الدريفن بايلز والبورد بايلز كومبريشن بايلز وكذلك تنشن بايلز. هاي هي الركائز اللي راح نتناولها بهذا الفصل. اذا مره ثانيه، دريفن بايلز مره معرضه الى اجهادات ضغط ومره معرضه الى اجهادات شد، وبورد بايلز يعني ركائز حفر مره معرضه الى اجهادات ضغط ومره معرضه الى اجهادات شد. الآن نحتاج أن نعرف ميكانيكية نقل حمل المنشأ إلى التربة عن طريق الركيزة. Ultimate bearing capacity of single pile under compression. يعني إذا عندي ركيزة معرضة إلى Q sub U، يعني Q ultimate، فأحتاج أن أعرف شلون نوجد الـ QB وشلون نوجد الـ QS. حيث أن الـ QB هو قوة الارتكاز بين قاعدة الركيزة وطبقة التربة اللي نصيح لها الـ bearing layer، طبقة الارتكاز. والجزء الآخر هو الـ QS اللي هي قوة الاحتكاك بين جسم الركيزة وطبقات التربة. إذن بعملية الصميشن FY، يعني بقانون الإكوليبريوم التوازن، بالإمكان أن نقول الـ Q sub U تساوي الـ Q sub B زائد الـ Q sub S. هذه هي المعادلة، Q ultimate تساوي الـ Q B زائد الـ Q S، وحدات قوة. أما الـ Q B هي قوة الارتكاز بين قاعدة الركيزة وطبقة التربة. أما الـ QS هي قوة الاحتكاك الجانبية بين جسم الركيزة وطبقات التربة. إذا حصلنا على الـ Q Ultimate، بالإمكان أن نحصل على الـ QL Level، وذلك بالقسمة على الـ Factor of Safety. راح ناخذ Factor of Safety 3 الـ Driven والـ Port Piles، والمعادلة الأخرى أن الـ Q Base نقسم على 3 والـ QS نقسم على 1 for board piles only. يعني إذا عندي ركيزة حفر فأحتاج أن أوجد الـ QL level من هاي المعادلة، ومن ثم QL level من هاي المعادلة، then take the smaller value for board piles. بعدين أختار القيمة الأصغر.
قلنا الـ QB هي الـ End Bearing Load Capacity، قابلية حمل قاعدة الركيزة، والـ Shift Friction Load Capacity اللي هو الـ QS، حمل الاحتكاك الجانبي لجسم الركيزة. طبعا حتى نوجد الـ QB والـ QS عندنا مجموعة من الطرق. الطريقة الأولى هي طريقة الـ SBT Field Test Ultimate Bearing Capacity. طبعا احنا نقول Q Ultimate، لكن Q Ultimate هو جاي من مصدرين، حاصل جمع الـ QB والـ QS، لذلك نحتاج أن نحسب الـ QB والـ QS، هذا هو المطلوب الرئيسي بهذا الفصل. الطريقة الأولى بالاعتماد على الـ SBT Field Test، بالاعتماد على الـ Standard Penetration Test، فحص الاختراق القياسي اللي تناولناه بالشابتر الأول. الـ SBT يعتمد على عدد الطرقات وتعرف بالـ SBT Values، والـ Standard SBT هو الـ N60 يعني مطرقة ذات كفاءة 60%. بهاي الطريقة راح نعتمد على الـ Average Corrected SBT Values، يعني الـ N60 bar اللي هي عدد ضربات مصححة، وناخذ من عندهم المعدل، وهذا معدل عدد الضربات راح هو اللي نعتمد حسب هذا الجدول بإيجاد الـ QB والـ QS. لكن من أشوف هذا الجدول ألاحظ ما موجود عندي لا QB ولا QS، وإنما موجود عندي Q Ultimate للبيس و F sub S، حيث الـ Q Ultimate للبيس هو إجهاد الارتكاز بين قاعدة الركيزة وطبقة التربة، أما الـ F S فهو إجهاد الاحتكاك بين جوانب أو جسم الركيزة وطبقات التربة. وأيضا تلاحظون الوحدات هي وحدات إجهاد كيلونيوتن على المتر المربع. هذا الجدول أيضا يعتمد على Type of Soil هل هي تربة طينية أو رملية، و Type of Pile نوع الركيزة هل هي من نوع Board Pile يعني ركيزة حفر، أو Driven Pile اللي هي ركيزة دق أو طرق. إذن هذا الجدول بالاعتماد على نوع الركيزة ونوع التربة ينطيني إجهاد الارتكاز وينطيني إجهاد الاحتكاك. حتى أوجد الـ QB قوة الارتكاز والـ QS قوة الاحتكاك أحتاج أن أضرب في المساحات، يعني إجهاد الارتكاز في مساحة المقطع العرضي للركيزة اللي هو الـ A-B راح أحصل على قوة، الإجهاد في المساحة يساوي لنا قوة، وأيضا هنا قوة الاحتكاك الجانبية راح أحصلها من حاصل ضرب المساحة السطحية هي الـ A-S في إجهاد الاحتكاك. أما هذا الصميشن يشير إلى عملية تجميع، ربما هاي الركيزة بتكون متوغلة بأكثر من نوع من الطبقات، يعني ممكن متوغلة في الجزء الأول طبقة طينية ثم رملية وهكذا، إذا أحتاج أن أحسب QS لكل طبقة ومن ثم حاصل جميعهم يمثل لي QS الكلية. إذا هذا الجدول حسب نوع الركيزة وحسب نوع طبقة التربة راح أحصل على إجهاد الارتكاز وإجهاد الاحتكاك، وتلاحظون هنا هي كل هاي القوانين تحتوي على الآن sub 60 bar يعني عدد الضربات المصحح، وبنفس الوقت البار يشير لي يعني الأفريج المعدل، وأيضا هنا عندنا ال sub b والD. الD هو قطر الركيزة إذا كانت دائرية، أما إذا كانت مربعة يساوي لنا طول ضلع الركيزة. أما الـ L-sub-B فهو طول جزء من الركيزة المخترق طبقة الارتكاز. مثلا هاي الركيزة احنا ننفذيها في طبقة طينية وطبقة رملية. هاي الطبقة الرملية هي سحلها طبقة الارتكاز. شنو السبب؟ لأن قاعدة الركيزة ارتكزت على هاي الطبقة، فهاي الطبقة هي شاركت جزء من عدها باحتكاك والجزء الآخر بالإسناد. إذن الألصب بي هو راح يكون 10.5 اللي هو طول جزء الركيزة مخترق طبقة الارتكاز، وهذا هو الطول الألصب بي. أيضا نلاحظ بالجدول أكو ليميت بحيث 25 في الان 60 بار يفترض ما يتجاوز 4000 لحالة البورت بايل تايب اوف سويل اللي هو كلي ولإجهاد الارتكاز. ايضا للفريكشن اقل من 70 وهكذا بقيه الليميتس. هذه هي طريقه حساب الكيو بي والكيو اس، وبالنتيجه انه احنا راح نرجع نجمعهم حتى نحصل على الكيو التيميت، يعني نقول الكيو التيميت هي كيو بي زائد كيو اس لهذا القانون العام.
بقى عندنا ملاحظة واحدة في حالة أنه نريد نحسب إجهاد الارتكاز. فإجهاد الارتكاز يعتمد على الـ N bar 60 لمسافة معينة. هاي المسافة هي 10 دي above and 5 دي below pile base. يعني أنا أريد أحسب عدد الضربات المعدل N 60 عند قاعدة الركيزة. بهاي الحالة أحتاج أن أوجد المعدل ضمن هاي المنطقة اللي هي 10 دي أعلى من قاعدة الركيزة و 5 دي أسفل قاعدة الركيزة. بمعنى هاي نصح لها الـ influence zone، منطقة التأثير. يعني إذا فرضنا هنا عندي عدد الطرقات 5، ثم هنا 10، ثم هنا 15، ثم 20، ثم مثلا 25، فهذول مجموعهم على عددهم هم يمثلوا لي الـ N bar 60 حتى أحسب إجهاد الارتكاز. ناخذ مثال على هاي الطريقة. The following are the variations of N60 with depth for a concrete driven pile having square cross section of 0.3 meter and and length of 15 متر. Estimate QL level. هذا الجدول يوضح لي عدد الضربات عند كل عمق. يعني على عمق متر ونص عندي 8، على عمق 3 لان 60 10، وهكذا يكمل هنا تكمل هذا الجدول على عمق 12 17 وصولا الى عمق 21 عندي لان 60 27. طبعا هاي العدد الضربات مصححة، إذا ما كانت مصححة تحتاجون أن ترجعون للفصل الأول وتستذكرون قوانين التصحيح بسبب المياه الجوفية وبسبب الأوفر بيردن بريشر، ومن ثم نصححها وبعد ذلك نستخدمها. لكن إحنا راح نفترض إنه هاي الـ N60 هي مصححة. الآن المقطع العرضي للركيزة هو قلنا عبارة عن مربع بوينت يعني 30 سنتيم في 30 سنتيم، وهي من نوع الـ driven pile يعني ركيزة طرق. وهذه الركيزة هي مخترقة نوعا من الطبقات التربة، طبقة طينية بسمك 4.5 ومن ثم طبقة رملية بسمك 10.5. طريقة الحل، احنا هدفنا الرئيسي هو ان نوجد الـ QB، قوة الارتكاز وقوة الاحتكاك، Capital Q sub S، هذا هو هدفنا الرئيسي. ثم نجمعهم نوجد الـ Q Ultimate وبعد ذلك نقسمهم على Factor of Safety نحصل على الـ QL level. هذا هو الهدف الرئيسي. الـ End Bearing Resistance، مقاومة القاعدة أو نهاية الركيزة، الـ Q sub B والـ Q Ultimate B في الـ A sub B. المساحة بما أنه هي مربعة فـ 0.3 في 0.3 نحصل على 9% متر مربع. الآن نحتاج أن نحسب إجهاد الارتكاز. إجهاد الارتكاز من الجدول، بما أنه الركيزة هي driven والطبقة هي رملية، يعني إحنا هنا دا نحسب طبقة الارتكاز. فإجهاد الارتكاز، خلينا نروح للجدول، لاحظوا type of pile driven وطبقة الارتكاز أو نوع التربة طبقة الارتكاز هي رملية. إذا هذا هو القانون للارتكاز، 40 N bar 60 في الأوضي على D يفترض أقل أو يساوينا 400 N bar 60. الآن نحتاج أن نحسب الـ N bar 60. الـ N bar 60 لطبقة الارتكاز لعدد الضربات ضمن الـ influence zone، ضمن منطقة التأثير، اللي هي 10 دي أعلى من القاعدة و 5 دي أوطأ من القاعدة. إذا نحتاج أن نوجد الـ influence zone اللي هي 10 دي above، 10 في 0.3 يطلع 3 متر، إلى 5 دي below اللي هي 5 في 0.3 يطلع متر ونص. الآن نحتاج أن نعرف الجزء هذا إيش قد ارتفاعه، وهي المنطقة إيش قد طولها، طول الـ influence depth. الـ influence depth راح يكون 15 ناقص 3. ما هو الـ 15؟ هو طول الركيزة، طول الركيزة كله هو 15. إذن 15 ناقصا الـ 10 دي راح يطلع 12. هاي 12 هي المسافة من الـ GS، من الـ ground surface إلى هذا الملسوب، هاي هي المسافة 2 إلى 15 طول الركيزة زائدا الـ 5 دي اللي هي 1.5، 16.5. هاي 16.5 هي المسافة منين؟ هي المسافة من الـ GS إلى الـ 5 دي. إذا عندي من الـ GS لهذا المنسوب هو 12 متر، ومن الـ GS لهذا المنسوب هو 16.5، 12 إلى 16.5. شنو هاي الغرض من عدة؟ يعني ليش أنا وجدت ذول العمقين؟ حتى نروح للجدول. هذا الجدول عبارة عن أعماق زائد عدد ضربات. أحتاج أن أعرف
عدد الضربات اللي آخذها ضمن الانفلونس زون، إذن هي محصورة بين 12 متر إلى 16.5، من 12 متر إلى 16.5. ألاحظ هنا الجدول، هذا 12، إذن هي 17 لل 16.5، والعشرين والثمانية وعشرين والتسعة وعشرين، دول أخذهم أجمعهم أقسمهم على عددهم راح أحصل على 23 ضربة. هاي هي الآن 60 لإجهاد الارتكاز. إذن 40 في 23 الألصب بي قلنا هو طول جزء من الركيزة مخترق طبقة الارتكاز. طبقة الارتكاز هي الطبقة الرملية، الألصب بي هو 10.5 على الدي اللي هو قلنا يساوي لنا بي بهذا المثال، لأن عندي مقطع مربع 0.3 متر، 10.5 على 0.3، طبعا انتبهوا للوحدات، إذا هاي متر متر، ملم ملم، وهكذا لازم الوحدات تكون متجانسة. 10.5 على 0.3 راح أحصل على 32.200 كيلومتر على المتر المربع. هنا عندنا ليميت اللي هو 40 في n بار 60، 400 في 23 9200. إذن إجهاد الارتكاز راح يساوي لي القيمة الأقل هي 9200. حتى حصل على قوة الارتكاز أضرب في مساحة المقطع العرضي للركيزة اللي هو 9%، راح أحصل على 828 كيلونيوتن. هاي هنا حسبنا قوة الارتكاز. باقي عندي قوة الاحتكاك اللي هو shift friction resistance، مقاومة احتكاك جسم الركيزة. أرجع للمقطع العرضي للركيزة، ألاحظ أنه عندي طبقة طينية وطبقة رملية، إذن أحتاج أن أوجد هنا QS1 وQS2 ومن ثم أجمعهم، وحاصل جمعهم يمثل لي قوة الاحتكاك الكلية. لللاير 1 الركيزة نوع دريفن والطبقة هي طبقة طينية، أروح للجدول، هذا هو الجدول، دريفن وطينية، وعندي أريد أن إجهاد احتكاك 1.8 في N بار 60 ما يتجاوز 70 كيلونيوتن على المتر المربع. 1.8 N 60 أصغر يساوي لنا 70. الآن ما هي الـ N 60؟ أيضا نرجع للطبقة الطينية اللي هي من 0 إلى 4.5، أجي للجدول 8 والعشرة والتسعة، هذول ثلاثتهم أجمعهم وأقسمهم على عددهم يطلع العدد 9. 1.8 في 9 16.2 أقل من 70، إذن هو هذا يمثل الـ FS1 إجهاد الاحتكاك بالطبقة الطينية أو بين الطبقة الطينية وجسم الركيزة. Layer 2 هي رملية بنفس المبدأ، Driven Pile Sandy Layer، أروح للجدول Driven Pile Sandy Layer، إجهاد احتكاك 260 ما يتجاوز 60. هذا هو القانون مالتنا. الطبقة الرملية تبدي من 4.5 لل 15، لاحظوا من 4.5 لل 15، هاي هي 4.5، يعني 9 و12 و14 و18 و11 وهكذا 17 و20 و28، هذول كلهم من 9 ل28 اقسمهم على عددهم يطلعون عددهم 8، يطلع تقريبا 16، 2 في 16 32 اقل من 60، اذا 32 تمثل لي اجهاد الاحتكاك بين الطبقه الرمليه وجسم الركيزه. الان الكيو اس هو حاصل جمع ذولا، يعني 16.2 في المساحه السطحيه زائد 32 في المساحه السطحيه. 16.2 في المساحه السطحيه لركيزه مربعه هي المحيط في الارتفاع او المحيط في سمك الركيزه في سمك الطبقه، 4 في 0.3 هاي محيط لان المقطع مالتها مربع، في سمك الطبقه الطينيه 4.5 متر طلع عندي مساحه سطحيه، اذا مساحة سطحية في إجهاد طلع عندي قوة. بالمثل 32 الإجهاد للطبقة الرملية، إجهاد الاحتكاك بين الطبقة الرملية وجسم الركيزة، في المساحة السطحية 4 في 0.3 على محيط، في سمك الطبقة الرملية 10.5، حصلت على مساحة سطحية مجموعهم راح يساوي لي 490.68 كيلونيوتن. هاي هي الـ QS. إذا الـ Q Ultimate هي QB زائد QS، 228 زائد 490.68 يطلع 1318.68 كيلو نيوتن.
هذا Ultimate. الأولبل بما أنه هي Driven فمباشرة أقسم على Factor of Safety مقدارة 3 وأحيانا يستخدمون 2.5. إحنا إذا يعني Factor of Safety ما موجود راح نأخذ 3 وراح أحصل على Q-Allowable 439.56 كيلو نيوتن. هذا هو الجواب. إذن هاي الركيزة راح تتحمل Q-Allowable مقدارة تقريبا 44 طن. طبعا أكو حل ثاني اللي هي طريقة الجدول. أنا أجي أخذ بالبداية الجدول اللي موجود بالسؤال اللي هو يبدأ من 1.5 وينتهي 21 وهكذا عدد الضربات، ثم بعد ذلك أرسم الركيزة. هاي طبقة الطين اللي هي من 1.5 إلى 4.5، وهاي الطبقة الرملية اللي هي من 4.5 إلى 15، ثم أوجد ارتفاع كل طبقة اللي هو 4.5 وهذا هو 10.5. العشرة ونص هي حاصل طرح 15 ناقص 4.5، وسمة الطبقة الطينية هي 4.5 ناقص 0 يطلع عندي 4.5. عدد N60 أو معدل عدد الضربات 8 زائد 10 زائد 9 يطلع عندي 9، وتسعة 12 14 18 11 17 20 28 يطلعون 16. باقي عندي أروح للجدول أوجد هذا القانون للاحتكاك والمساحة، ثم حاصل ضرب 16.2 في 5.4 حصل على قوة احتكاك بين الطبقة الطينية وجسم الركيزة. أيضا بالمثل أروح للجدول أجيب هذا القانون وأحسب قيمة إجهاد الاحتكاك بين الطبقة الرملية وجسم الركيزة وأحسب المساحة السطحية وأضرب 32 في 12.6 حصل على 403.2. باقي عندي إجهاد الارتكاز. إجهاد الارتكاز أحتاج أن أوجد عدد الضربات المعدل، أيضا أحتاج أن أحسب الـ Influence Depth بنفس هاي الطريقة اللي هو من 12 إلى 16.5 متر. أحدد الجدول هذا هو 12 متر وهاي هي 16.5. إذن ما بعد 16.5 هذولا ألغيهم، هذولا ما أحتاجهم ألغيهم. فعدد الضربات للبيرنج راح تكون 17 زائد 20 زائد 28 زائد 29، أخذ معدلهم يطلع 23. ثم أدخل للجدول وأحسب الألصب بي بنفس الطريقة اللي هي تساوي لي 10.5، ومن ثم أختار القيمة الأقل من دولة اللي هي 9200 اللي هو هذا الجزء الحاكم بها، والمساحة اللي هي مساحة قاعدة الركيزة 0.3 في 0.3 مساحة مربع، وحاصل ضرب 9200 اللي هو إجهاد الارتكاز في المساحة مساحة قاعدة الارتكاز راح أحصل على 828. بعد ذلك أجمعهم هذا الرقم زاد هذا الرقم اللي هو يمثل لي QS1 QS2 زاد QB راح أحصل على هذا الرقم اللي هو الألتيميت، أسمع على فاكتور أوف سيفتي 3 حصل على Q الأول. أنتم مخيرين بين أن تحلون بهاي الطريقة أو تحلون بهاي الطريقة. لهنا أنا يكون خلصنا الجزء الأول من كيفية إيجاد قابلية تحمل التربة سواء القصوى يعني Q Ultimate أو المسموح بها Q Allowable من خلال الـ SPT Test. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة نتعلم كيفية حساب قابلية تحمل التربة Q Ultimate بالاعتماد على الـ Pile Load Test، وهذا الفحص هو فحص مشابه للـ Plate Load Test اللي تطرقنا له بالفصل الأول.